بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة شعراوي الشعراني في قناتكم المفضلة. زي ما وعدناكم في أكثر من فيديو، حننزل طرق للإنترنت المجاني بعد ما انغلقت الثغرة، لكن هذه الطرق شبه استثنائية. الطرق هيشتغل معاك مع ملف أبي كاستم. أول حاجة هتخش على الإعدادات زي ما علمناكم، هتعمل نقطة وصول web.vodafone.com.eg من شبكات المحمول. لو مش عارف ازاي تنشئ نقطة وصول هتلاقيه في الفيديو اللي قبل ده. هنا هتعمل نقطة وصول زي ما انتم شايفين، اهم حاجة ده كله. طبعا الاسم المستخدم WAB، كلمة المرور WAB، وتضغط على المزيد، تضغط على كلمة حفظ عشان وقت الفيديو. بعد ما عملنا ده كله نشوف ان احنا عندنا نت او لا. نخش ماسنجر مثلا، عادينا فتح الداتا، جرى الاتصال مش هيتصل لو قعدنا للصبح. نخش طيب ايه معلش التليفون معلق شوية، متجر بلاي مش هيتصل معانا. معلش انا بس حابب اصادق الناس اللي انا عارف ان المشتركين عندي في القناة واثقين في كل حاجة بنزلها، بس الحاجات دي للناس اللي مش مشتركة عندي في القناة عشان تزداد ثقتها في القناة وتعمل اشتراك للقناة. مش هيتصل معانا ولا هيعمل اي حاجة. نخش على الابي كاستم، هنزل لكم الملف اسفل الفيديو، هتحمل الملف. بس الناس اللي مش بتعرف تحمل هتخش تضغط تحميل مجاني، بعدين تنتظر العد التنازلي، بعدين تضغط انا لست ريبورت، وبعدين تحميله وخلاص. ادي اول ما انت هتحمل الملف هتضغط على الملف هيدخلك على الابي كاستم. الناس اللي مش عارفه تضغط على الملف تضغط على الكلمه اللي تحت ديت وتختار الملف، هتلاقيه هنا او هتدوس هنا تلاقيه هنا. ماشي ماشي. ازاي تعرف ان الملف جه؟ هتلاقي الكلام ده جالك. تكتب اول حاجه دوت CLOUDSSH.US/GO11 كلمة المرور 123. ماشي، ده كله معلم اهو، احفظوا دول اهو، خدوها سكرين شوت واكتبوهم. ازاي هل البرنامج هيشتغل؟ البرنامج طبعا ما تقوليش ناس بتحمل الملف بس من غير ما محملها البرنامج بتقول لي انت شرحك غلط. اول حاجة البرنامج ده بتحمله من متجر بلاي، او هسيب لك برضه رابطه اسفل الفيديو. ابي كاستم، بعدين لازم تخش على الاتصال وتضغط على تشترك في نظام 14 قرش مجاني من غير اي فلوس، نجمة 800 نجمة 14 شباك اتصال. تضغط على اتصال هيقول لك انت فعلا انت هتشترك في البتاع دوت 14، ريح على ريح بالك، هيقول لك انت اشتركت او مشترك لو كنت مش مشترك. بعد ذلك تخش على التطبيق، تضغط على كونكت. بعد ما عملنا ده كله عملنا نقطة وصول، عشان ما تنساش خطوة وتيجي تقول لي مش شغال. تضغط على كونكت. لو انت اول مره طبعا تشغله هو وشغال، هتعمل وضع طيران، بعدين هتشيل وضع الطيران، هتعمل وضع الطيران ان شاء الله يقف معانا دلوقتي عشان نثبت لكم ازاي تشغله لو الاول مره. حظات اوقف معانا. اهو اول ما بيقف معاك تعمل وضع طيران وهو شغال، او تفتح الداتا وتشغلها. بس اهم حاجة يظهر لك المفتاح هنا، هو الناس اللي بتقولها 302 دي تشترك في 14 رايح بالك هتمشي. اقفل اعمل كونكت. بس وضع طيران كده اول مرة تعمل وضع طيران كده. ماشي، بعدين تقوم لاغي وضع الطيران عبال صنع عبال ما يظهر لك. تضغط على وضع الطيران هتفتح الداتا لوحدها. ثواني بس نطلع تظهر الداتا، نعمل لكم مش زي اللي فات، يعني هيشتغل ايوه يوتيوب بس مش زي الاول. لسه طبعا هننزل لكم سيرفر اقوى من دوت، بس دوت مرحلة استثنائية. اهو اشتغل عندنا الداتا دلوقتي، ان شاء الله يعمل كونكت. اول ما نضغط كونكت اهو عمل ايه معانا اتصال، ظهر المفتاح ولا ما ظهرش؟ كده الشرح صادق 100%. ما تنساش تعمل اشتراك للقناة. لا استنى نجرب لك ان النت شغال، هو بيتجمع طبعا نمول زي ما وضحنا. اهو 2 ميجا بايت، عبال بس ما يجمع يبقى اكتر. شوف الماسنجر ولا نشوف ايه، نشوف طب السرعة كام. هو هيجي على طول على اختبار السرعة.
فاست صنقيص سرعة الكونفج لسه 0% مجمعش. ادي 3600 هيخش معانا على هيعدي معانا طبعا لل300. دلوقتي نجرب ان الكونفج شغال معانا فيسبوك. نخش على الفيسبوك. اسف لو الفيديو طول، اسف بس الشرح يلزم ذلك عشان الناس اللي مش بتعرف تطبق الخطوات كويس. انا وضحت لك كل الخطوات رغم من الفيديو قبل كده. ليش الفيس مع الفيديو اهو معلق معايا الفيس، التليفون عليه برامج كتيرة. نخش مثلا على اي صفحة من الصفحات او اشتغل عندنا ولا لا، كانش معايا رصيد زي ما وضحت لكم. نخش مثلا على الصفحة ديت. ما تنساش رابط جروبي اسفل الفيديو تعمل عليه انضمام. ما تنساش قناتي، تشترك في القناة وتفعل الجرس. الناس بتقول في فيديوهات مش بتوصل لنا، هتفعل الجرس. ولو اشتغل معاك تقول اشتغل، ولو ما اشتغلش معاك تقول لي ايه المشكلة اللي متواجهك وانا هحلها لك بكل احترام. اهم حاجة ما تنساش النجمة 800 نجمة 14 شباك اتصال. ادي اشتغل معانا، اللهم صل على سيدنا محمد. اشتغل ولا لا؟ بس عايزين ايه تاني؟ نخش طب يوتيوب عشان عارف الناس كلها بتحب اليوتيوب. انا قلت لكم قبل ما اعمل الفيديو اليوتيوب مش هيشتغل زي ما كان الاول، لان لسه دي مرحلة شبه استثنائية. فون بعدين ان شاء الله نجيب كاميرا بعدين. اهو شوف اليوتيوب بيت التليفون شغال معانا. انا بس عايز اوضح لك اليوتيوب شغال خلاص. الناس اللي عارفه او محترفه في تشغيله خلاص كده اشتغل معاكم. والف مليون شكر على ال 18000 مشترك. انا بشكركم جدا 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 بيكم. هنتقدم اهو شايفين. انا بشكركم جدا. اشغل طبعي وبلاش الاعلان ده عشان ما يكسبوش. نشغل اي فيديو. طيب اهو الفيديو ده وخلاص عشان الفيديو اليوتيوب يفرح. اشتغل طبعا. انا اهو ايه تاني اشغل ايه؟ طيب قولوا معايا اهو دوت. شايفين الحاجه شغاله ولا مش شغاله؟ ما تجيش تقول لي في الكومنتات الحاجه مش شغاله. قول لي ايه اللي بيواجهك وانا هحلولك بكل احترام. ادي الحاجه شغاله زي الفل. الف مليون شكر. 18000 اشتراك. عايزين نوصل 100 كمان. بس بيكم هنوصل. اهم حاجه الحاجه تكون شغاله معاكم. قناتي عمرها 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 في يوم ما هتضللك. ما تنساش تعمل اشتراك، ما تنساش تفعل الجرس. شكرا لكم.